تبارك الله، اللهم بارك الاخوان، حاول يسترضيه من النوع الرفيع الممتاز، اللهم بارك. نجيب لكم الاثمنه اليوم مباشره من سوق اربعاء الحناس، انتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا، وتحياتي للجميع، الله يسخر الجميع، اللهم بارك. شريف السلام عليكم. شحال ديتي هذا المبروك شريف؟ 95. تبارك الله، 95 95 الف ريال الاخوان باش خدا، الله يسخر له، الله يرضى. تبارك الله. المرضي بشحال ديتي هذا خويا؟ الله يحفظك. الثمن ديالو بشحال باش ديتي؟ 67 الف ريال، الله يسخر لك المرضي. الصحة والراحة خويا. الصحة والله. بشحال باش؟ 4000 خويا. 4000؟ 80 80. تبارك الله، 80000 80000 اخوتي باش مشى، الله يسخر لك. تبارك الله، هاد الناس راه شراو هاد الخريف ديال العيد. المرضي شريف حبيب، المرضي خداه، المرضي خديتو هذا، المرضي شريف خديتو، خداه. تبارك الله تبارك الله. نجيبو الثمن مباشرة مع الإخوان ومع الأصدقاء. بو الحبيب شحال مشى؟ شحال مشى بو الحبيب؟ 76 ألف ريال الإخوان باش مشى هاد الخروف. سرديتنا الحليب تبارك الله، الله يسخر العموم والله يسخر الجميع. مباشرة من الناس العياده اللي كتشري الحولي للعيد. تحيه تبارك الله. حتى دائما تنجيب لكم الاثمنه متخلطه كما تنقولوا، الخروف البرقي والسردي والحمر، اللهم بارك. العموم السلام عليكم، كي داير ابو الحبيب؟ مزيان يعني الامور، حتى لين واصل الثمن ديال هذا ابو الحبيب؟ معطيه 68 الف. تبارك الله، خروف الاخوان معطيه فيه 68 الف ريال من عند الناس البياع والشرايه، ومنهم الاخوان حتى الشناقه، تنصوروا معاكم الشناقه والبياع والشرايه. وتحياتي للجميع، الله يسخر الجميع، وشكرا للعميل. تحياتي للجميع الاخوان. ودائما تنتساراو السوق وتنحاولوا نجيبوا لكم شي حاجه اللي هي زينه ومليحه وراء السوق الاخوان. خليكم معنا ونقرب لكم الحولي، الثمن ديال الحولي السردي والبرقي والمارينوس وحتى الروماني الاخوان، راه تنصوروا لكم كاع الحاجه اللي كاينه في السوق. وتحياتي لجميع الاخوان والاخوات المغاربه والمغربيه. الصديق السلام عليكم، كي داير الصديق؟ مزيان. حتى لين واصل هذا المبروك الصديق؟ 114. تبارك الله، معطيه فيه 114 راه. تبارك الله الاخوان، 5700 درهم الاخوان اللي معطيه فيه. مباشره تنجيب لكم الاثمنه الحقيقيه، ما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج، مباشره من سوق اربعاء مكناس تاريخ 2024 شهر 6 في 5 الاخوان. تحياتي للجميع، شكرا الصديق على المجهود ديالك، شكرا لك. تحياتي خويا العزيز، السلام عليكم. مرضي السلام عليكم، كي داير المرضي؟ مزيان. حتى لين واصل الثمن ديال هذا المرضي؟ 92، معطيه فيه 92 الف ريال. تبارك الله، اللهم بارك الاخوان. خروف سردي زوين، سنان الحليب تيطلب فيه 94 الف ريال، الله يسخر له، الله يسخر لك اخويا الحبيب بالربح ان شاء الله. تحياتي لجميع الاخوان والاخوات، اليوم من السوق اربعاء مكناس دائما كنقربوا لكم الاثمنه، وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا ومع الاصدقاء ديالكم ومع الحباب ديالكم. خويا السلام عليكم، كي داير المرضي؟ مزيان. تبارك الله، تيرين وصل الثمن ديال هذا الخير؟ 6000 درهم و300، يعني 126 الف. تبارك الله، اللهم بارك. 126 الف ريال الاخوان اللي عاطيه السوق، وين راه خروف زين تبارك الله، مجبد والمليح والاصل. والسن المرضي شنو داير في السن؟ سداس. يكون سداس. تبارك الله، اللهم بارك، خروف زين الاخوان. تشكرك اخويا العزيز، الله يحفظك المرضي، شكرا لك. تحياتي لجميع الاخوان والاخوات، راه دائما تندور السوق وتنجيبوا الثمن ديال الدرويش والثمن ديال الحولي الغليظ، الله يربح الجميع والله يسخر الجميع. المرضي السلام عليكم، كي داير المرضي؟ مزيان. حتى لين واصل هذا الخير تبارك الله؟ 43 جمله، معطيه فيه 43 الفرادي، ما عطاوك شيء. الفرادي ما عطاوك شيء. تبارك الله، 43 الف ريال الاخوان اللي تيطلب فيها، اللي عاطيه السوق الاخوان مباشرة من عند الشريف ديالنا. هذا فلاح، هذا باينة الكسيبة ديالو، والله يربحو والله يسخر له. والثمن اللي كتقول فيها أنت البيع والشراء؟ 48. 48 يجيبها الله الشريف، يجيبها الله. هي أو ثاني شوية هكا وشوية هكا، والأمور تمشي بأمان الله إن شاء الله، باش الدرويش يعيد كل شيء يعيد إن شاء الله. الله يسخر لك أبو الحبيب، وتحياتي لك، الله يسخر لك. تحياتي لجميع الإخوان، نسولوا هذا الصديق داد الخروف العيد، الله يسخر له والله يربحه.
واشرو مبروكه. السلام عليكم خويا العزيز، كي داير؟ مزيان. شحال ديتي هاد المبروكه المرضي؟ 30000 ريال. العيد ان شاء الله 1500 درهم. الدرويش يعيد ان شاء الله، كل شيء يعيد، يعني بنادم ما يبقاش شاد في قلبه. راه السوق الاخوان طاح شي شويه في الثمن، اللي بغى يطلع يشري راه كما تنقولوا واحد 300 درهم راه طايحه، ولا 400 درهم. تبارك الله 1500 درهم بنادم هو وليداته، راه تبارك الله يجعل البركه. الصحه والراحه المرضى، الصحه والراحه المرضى. شحال قلت يا با الحبيب تطلب فيه؟ 75. تبارك الله 75000 ريال الاخوان اللي تيطلب فيه خروف بلدي. اللهم بارك، وتحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. 400 عطاونا 16000. شريتيه للعيد با الحبيب؟ الحبيب ديالي انا عارفني كان البيع والشراء با الحبيب. الله يسخر لك. شحال باش قلتي الثمن ديالو؟ دينا ب 87 خدنا ب 600 عطاوني 16000. هاكاك عطاوك 16000 هاد المعاش. هاد المعاش حنا جوج ديال الناس قلنا لك 3000. اي ماشي عيب. ياه الله يسخر لك با الحبيب. شحال هذا دوك الناس اللي قال لك شريتي؟ شحال هذا؟ 42 المرضي. 42000 ريال الاخوان اللي معطيها فيه. تبارك الله. الثمن ديالو 94. تبارك الله، اللهم بارك. 94000 ريال الاخوان باش داه، الله يسخر له الصحه والراحه. احسن قرعه الكولا 5 درهم الكولا. الوالد ديتي هاد المبروكه الوالد ديتي؟ ديتي العيد ان شاء الله. ان شاء الله. شحال بابا جديتي؟ 68. 68000. تبارك الله، والله الا زيد 68000 ريال الاخوان بجده. تحياتي لجميع الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في قناه المهدي الجزار. اليوم اخوتي جينا باش نشاركوا معكم هذا الفيديو ديال هذه الكسيبه الرومانية اولا الاسبانيا الاخوان عفوا. شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا الظهر ديالها كي داير. تبارك الله الاخوان، هذه الدار الاخوان. شوفوا كيف حطيتها، الظهر ديالها بحال الطابله الاخوان، والله العظيم. ولكن الماكله الله اعلم، الماكله ما عمرني ما كليتها، يعني ما غنقدرش نحكم عليكم اخوتي او نقول لكم شي حاجه ما عرفتش. مرحبا بكم الاخوان، واللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجي معنا، وتحياتي للجميع. الله يسخر لنا مرضي مزيان. السلام عليكم. الثمن ديالو هذا فين واصل؟ 74000. تبارك الله، 74000 ريال الاخوان تيطلب فيه. السلام عليكم خوت، تنتواجدوا معكم حاليا في السوق الاسبوعي اليوم 2024 اخوتي 5 ماي فيه 28. تحياتي لك اخويا العزيز. شحال باش تمشي هذا المبروك اخويا العزيز؟ هذا مشى ب 58. 58000 ريال. الغنم طاحت شويه اخويا. الله يسخر لك المرضي. مسكين يعيط كي جاي يعيط. الصحه والراحه المرضي. صحتك. مرضي الله يسهل عليك، ديتي هذا المبروك. نعم العيد ان شاء الله. شحال باش ديتي يا المرضي؟ مبروك المرضي. سهل عليك، جيبوا غير الاثمنه مع الناس. 72. تبارك الله 72000 ريال اخوتي باش ان شاء الله يسخر لك. شحال باش داد؟ 50. 50. تبارك الله، 50. الله يلا زيد. السلام. السلام عليكم خويا العزيز، كي داير؟ مزيان هاني الامور. ديتي هاد المبروكه اخويا؟ اي اخويا. شحال باش ديتيها المرضي؟ واش نقول لك، ديناها ب 44 بك شاي. 44 تبارك الله، 2200 درهم. باش مضروبه؟ لا والله الا الخروفه زينه وجهك زين. الله يسخر لك المرضي، الصحه والراحه اخويا العزيز، الصحه والراحه. عندك 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 تبارك الله. 40000. شحال ديتي هذاك المبروك الوالد؟ 74. 74. زين تبارك الله، 74000 ريال اخوتي. الثمن غيكون جامع كاع ولا زداتي خريا في زويون اخوتي ب 74000. الله يسخر للمواليه. السوق راه طاح اليوم اخوتي بسوق اربعاء مكناس، وتحياتي للجميع. دعمونا بلايك وبارطاج، وحنا ما علينا نجيب لكم الثمن مباشره من الناس ديال العياده اللي كيشريو العيد. الله يسخر الجميع. بالنسبه اخوتي للخريف ديال الدرويش هو هذا، ولكن غادي نشوفوا الثمن. والله يحسن العوان للجميع، والله يسخر الجميع الاخوان والاخوات. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ ديال الامور ثاني واصلين هاد الجويجات.
120 تبارك الله. 3000 درهم 3000 درهم يعني اللي معطيه فيه. الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. مع الدرويش انتم كتشوفوا الاثمنه خوتي على المباشر. 3000 درهم 3000 درهم يعني عطاو فيه. اللهم بارك اللهم بارك اخوتي. دائما حنا تنقربوا لكم الاثمنه وانتم ما عليكم غير دعمونا باللايكات والبارطاج. اللهم بارك. شنو داير في هذا في السنه المعلم؟ اثنين. اللهم بارك. شنو عاطين فيه؟ 96000 ريال. اللهم بارك. 96000 ريال اخوتي على المباشر كما تشوفوا في سوق اربعاء مكناس. دعمونا بالبارطاج باش تشاركوا الجوله هذه مع الاصدقاء ديالكم ومع الخوت ديالكم داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. حنا مباشره معكم من سوق اربعاء مكناس. اللهم بارك اللهم بارك خوتي. السلعه السرديه حنا تنتقلوا من سلعه لسلعه باش دائما نجيبوا لكم الجديد ونجيبوا لكم الاثمنه اللي حاليا رائجه في السوق. كما كتشوفوا اخوتي حنا في السوق اربعاء مكناس ودائما تنجيبوا لكم الجديد مع الاخوان والاخوات وتنشاركوا معكم كما تشوفوا هذه الجوله في سوق اربعاء مكناس. السلام عليكم خويا، كي دايره المرضيانيه الامور؟ تلاين واصل هذا الخير؟ عطاوك 62. عطاوك 62000 ريال تبارك الله. 62000 ريال معطي، ويعني الثمن اللي كطلب فيه انت؟ 65 ان شاء الله. 66 يعني غير 4000 ديال الفرق، ما كاينش شي حاجه كبيره. هذا هو اللي كاين. اللهم بارك. انتم كتشوفوا الثمن اخوتي على المباشر وانتم ما عليكم غير دعمونا باللايكات والبارطاج. وتنشكرك اخي العزيز، الله يحفظك الله يسخر لك. خليك هكاك. شحال باش مشاو هذا الخير هذا؟ 60000. 68000 جمله. تبارك الله. اللهم بارك. خرفان بلديين سنا الحليب ولا تنايا؟ شوفوا تبارك الله. وريني اخويا السن. 68000 ريال اخوتي. ها هي اخوتي العزاز. 3400 درهم. اللهم بارك. اللهم بارك. الله يسخر لكم الدراري. الله يجيب لكم التيسير. هانتوما اخوتي راه خرفان ملاح مخودين ب 3400 درهم. اللهم بارك. من السوق 70. اللهم بارك. المليح والزين. هز هز شد هذاك راسو تا هو. طبط قدو قدو مع خوتو قدو مع خوتو. قد له راسو. اديتي هاد المبروكة عمي؟ الله يسخر لك. شحال باش اديتيها خالي؟ 83000 تبارك الله. 83000 ريال باش اديها للعموم. الله يسخر له العيد ان شاء الله عمي. الله يسخر لك. عواشرك مبروكة عمي. الله يسخر لك. عيسنا الحليب ياك عمي. الله يسخر لك وعواشرك مبروكة. شحال باش اديتيها؟ انا نقول لك انا مزاوب فيك. انا مزاوب لما تقول لي انا نقول لك انا غنقول لك 40000. على حساب الثمن اللي شتها انا. اربعه قلتها ب 4000 ياك بعدا قربت مقيس. الله يسخر لك. اني راك ديتي الزينه عمي والمليح ووجهك زين وعواشرك مبروكه. الله يسخر لك. الله يسخر لك. الله يسخر لك اخويا الحبيب. كي راك مزيان بين الواليد ديالكم هذا، راكم مرضيين ومنورين. الله يسخر لكم. الله يسخر. بشحال ديتي هاد المبروكه خالد؟ 8. وشنو داير في السن؟ 2. الله يلا زين. الله يسخر لكم. والله يلا المليح والزين. الدراري ديال مكناس نتوما. راني الله يسخر لك ابا حبيبي. تهلاوي في الوالد. هو الفضل. عواشر مبروكه. الله يحفظك. تبارك الله اخوتي. خريفه ديال العيد. شحال باش ديتي هذا المرض؟ 33 اخوتي. 33 نيات ولا سنان الحليب؟ لا سنان الحليب. سنان الحليب. تبارك الله. انتم اخوتي راه 33000 ريال. وهذا هو الجد ديال الدرويش بركه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عواشر مبروكه المرضي. الله يكبر. اللهم بارك اخوتي. دائما تنقربوا لكم الاثمنه ديال الحولي مباشره من السوق. السوق 70 اليوم اخوتي على المباشر. اللهم بارك. السلام عليكم عمي، كي داير مزيان؟ شحال ديتي هذا المبروك؟ ودينا ب 47. زين الله يسخر لك. والله الا زين الله يسخر لك. شريتي وعرفتي ما تشري. واخا زايده واحد 200 درهم واني جماب فول الوليدات. عواشركم مبروكه. عواشركم مبروكه. شحال ديتي؟
اللهم بارك اخوتي الاعزاز وصباح الخير عليكم من السوق اليوم مباشره معكم وانتم ما عليكم تدعمونا بلا لايك. مرحبا بكم في قناه المحيط الصار. المرضي شنو عطاك فهاد الخير المرضي؟ المرضي شنو عطيكم؟ هاد الاحمر هذا شنو عطيكم؟ لا ما عقلش والله ما عقلش. المهم بالفرادي كيعطيو 62000 ريال تبارك الله. غنم بلديه زينه اللهم بارك. المليح والزين عند خوتي واللي بغى شي حاجه راه كتواجد حاليا في السوق سبعيون اخوتي قرب مكناس وقرب فاس تبارك الله اخوتي. راه السوق عامر اللهم بارك. انتم كما تشوفوا الناس راه كتقدى للعيد وراه بقات اخوتي 4 ايام للعيد. الله يسخر الله يسخر لك اخويا الله يسخر لك اللهم بارك. 57 ديتيه ب 54 عمي الله يسخر لك. وشنو داير في السن؟ اثنين الله يسخر اللهم بارك. 54000 ريال باش التعليم اليوم من سوق اربعاء مكناس اليوم من سوق احد سبعي الله يسخر لك اخالي. خوتي الاعزاز تحياتي لكم وتحياتي لكم من قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس وحنا تنتواجدوا معكم حاليا في السوق الاسبوعي ديال سبعيون. تبارك الله الحولي راه موجود والحولي راه طاح تمام ونجيبوا لكم الاثمنه ديال هذه الغلمه هذه اللهم بارك. عمي الحاج شحال ديتي هذا الخير عمي الحاج؟ شي 64000 ريال. شي على شي سنان الحليبه عمي الحاج 64000 ريال 3200 درهم تبارك الله. انتم اخوتي 3200 درهم باش داهم الشريف ديالنا الله يسخر له والله يبارك لك عم. هذوك سنان الحليب ولا تنايا كاع ياك المرضي هذاك اللي وهذوك راه تلقاهم مع سنان الحليب والله يسخر لك با عواشرك مبروكه. وما تنساش تدخل عند المهدي الجزار مكناس المهدي الجزار مكناس ديروا ابوني الله يسخر لك. شحال قلتي لي المرضي 63000 ريال 64 الله يسخر لك. وقال هادو سلعه وحده هاد ها 64 64 64 ولا هادوك شويه طايحين في الثمن ثمن واحد ابا والله يخرجهم لك في الظل الله يسخر لك. وعواشرك مبروكه عواشر مبروكه عمي. شوف اخوتي 64000 ريال باش تداوم الله يسخر الله يسخر. تبارك الله اخوتي اليوم معكم من سوق حد ديال سبعيون. شحال باش ديتي عمي هذا الخير؟ لا لا عمي ما صورتكش انت. شحال باش ديتي هذا الخير؟ 73 واحد 73 تبارك الله الله يسخر لك اخالي